تشاو يعني جود مورنينج بس بالإيطالي. ازيكم عاملين ايه؟ احنا جهزنا الشنط بتاعتنا ودلوقتي طالعين على محطة القطر عشان هناخد القطر اللي هيطلعنا لفلورنس. النهاردة رحلتنا لفلورنس، واحدة من أجمل المدن هنا في إيطاليا. احنا زورناها قبل كده بس ما صورناش أي حاجة خالص هناك، فالنهاردة زيارتنا هتكون للتصوير وإن احنا نفسنا نزور المدينة دي تاني. يلا بينا. دي محطة القطر روما تيرميني، زي ما احنا شايفين محطة كبيرة جدا وفي اعداد جوه رهيبة. محطة كبيرة جدا، من اكبر المحطات الموجودة في ايطاليا. في زحمة في البلد غريبة، الساعة 9:15 الصبح وزحمة كتير جدا. تشيك بقى على ميعاد الرحلة بتاعتك من الشاشات اللي موجودة هنا. ايروبورت مش محطة قطر. شايفين شكل القطارات في ايطاليا عامل ازاي؟ ده التيكت بتاعنا، ساعة ونص من روما لحد فلورنس. تذكرة رايح جاي للفردين 130 يورو. هنا ما ينفعش تطلع من غير الماسك ده بالظبط، وهيعدي دلوقتي عشان يشيك على التذاكر. لازم يكون معاك التذكرة طبعا. بونجورنو. بيجوا يشيكوا على الباسبور بتاع كوفيد 19، معاك ولا لا؟ فلازم يبقى معاك اساسا. مش عارف، انا لازم اعمل عملية تجميل لودني بعد كده عشان هتيجي كده. وصلنا في ساعة وعشرين دقيقة مدينة فلورنس. ده القطر اللي احنا جينا فيه، قطر مريح جدا، افضل من الطيارة بتاعت بيجاسوس اللي احنا جايين فيها. الطلاينة بيقولوا على المدينة دي فرينز. يلا بينا. احنا الفندق بتاعنا نص كيلو من هنا بالظبط، فاحنا هناخدها مشي لان 500 متر مش كتير. يلا بينا. وصلنا بدري، هندخل الفندق، هنسيب الشنط وبعد كده نتجول بره. الجو هنا في فلورنس حر، درجة الحرارة 23. حجزنا فندق الليلة ب 180 يورو، قاعدين هنا ليلتين. الفنادق طبعا في أوروبا غالية، ده فندق 3 نجوم بس فندق محترم جدا. تعالوا أفرجكوا على الغرفة. دي الغرفة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، حاجة رايقة جدا. كل الفنادق في فلورنس بالشكل الجميل ده. هنا الفنادق أفضل من الفنادق في روما بكتير. السرير جاي في نص الغرفة. طبعا احنا في الدور التاني ومفيش أسانسير هنا، وبتضطر ان انت تشيل الشنط بتاعتك. أوروبا كلها معروفة بالحاجات دي، وكمان يعني احنا في السنتر بتاع فلورنس. في تلاجة، في خزنة، في دولاب، وده الحمام. شايفين الستايل؟ قلتلكوا ان ايطاليا مرسومة بايد فنان. وانا اهو، ازيكم عاملين ايه؟ الجو حر عشان كده لابس نص كم النهاردة. وده المكان اللي بتاخد فيه شاور. زي ما انتم شايفين كده احنا في السنتر، ده شارع عمومي هنا. هنتفرج على فلورنس. فلورنس من اجمل المدن هنا في ايطاليا. دي تاني مرة اجي هنا، ومعنى ان انت تزور الحاجة مرة وتصمم ان انت تيجي تاني، معنى كده اللي هي حاجة حلوة جدا. المسلة اللي ورايا دي اسمها مسلة بياتسا دي اونيتا. زي ما انتم شايفين ميدان عام حاطين فيه مسلة. بيعرفوا يستغلوا كل حاجة هنا على فكرة، عندهم السياحة شغالة حلو جدا، وقد ايه هم مستخدمين كل الامكانيات اللي عندهم في السياحة. عاملين حاجات كتير جدا هنا
للسائح يستمتع بيها، الأماكن السياحية، معلومات عن البلد، كل حاجة موفرينها. فهم هيئة السياحة هنا هيئة شاطرة جدا جدا جدا، وبرافو عليهم. فلورنس مريحة جدا للأعصاب، مدينة الجمال والهدوء. روجر كارتك، مش أي مكان تشرب فيه إسبريسو، لازم يبقى مكان إيطالي بالحلاوة والجمال ده كله. هتشرب بس الإسبريسو في إيطاليا، مش في أي حتة تانية. مفيش كلام تاني خلاص. شايفين اللي حصل لها يا جماعة؟ كانت الكاميرا هتقع، لحقتها فالقهوة اتكبت عليها. ده القهوة الخير، الحمد لله اللي جت على قد كده. تشرب الاسبريسو هنا وتفوق. الاسبريسو هنا في ايطاليا بيعمل حاجة كده في الدماغ، بيخليك فايق طول النهار. انا كل ساعتين ثلاثة كده بشرب واحد اسبريسو، وانا في ايطاليا عموما يوميا بشرب من 6 لـ 7 اسبريسو. ما بصدق اجي هنا عشان القهوة بتاعتهم تحفة. احنا طلبنا اول حاجة 2 اسبريسو، مراتي شربت نص واحد وبعد كده اتكب عليها فمردوش يحاسبونا عليه، ونزلوا لنا واحد تاني. شعب جميل جدا وشعب مبتسم، والناس هنا بتضحك. احنا حاليا في ساحة جميلة في فلورنس، وقدامنا كنيسة سان جوفاني وكاتدرائية سانتا ماريا. المكان هنا جميل جدا جدا جدا، والساحة زي ما احنا شايفين مليانة ناس، زي ما احنا شايفين الجمال المعماري. ومعنا صديقنا هنا. I'm with Fadi and Tamara. Very nice to meet you guys and welcome to Florence. Florence, it's amazing. Florence is amazing and we like people come here, new people, new friends and keep it up. ده المطعم اللي احنا لقيناه. المطاعم هنا فول يا جماعة، ما صدقنا ان احنا لقينا مطعم، وصديقي هنا هيعمل معنا واجب ان شاء الله. Welcome. Thank you, man. Thank you. عشان الواحد يدخل اي مكان سياحي دلوقتي في روما او فلورنس محتاج اللي هو يقف طابور 7 أو 8 ساعات، فانا بوريكم الحاجة من برا، والحاجات دي انا زرتها قبل كده ودخلتها من جوه. بما ان احنا في ايطاليا فلازم ناكل بيتزا طبعا، ده حاجة اساسية يومية، وطلبنا سيزر سلطة. الاكل ينزل وهقول لكم السعر وجودة الاكل عاملة ازاي. نزلوا لنا زيت الزيتون، طبعا ايطاليا مشهورة بزيت الزيتون. العيش، العيش طري جدا. العيش ده بصراحة جامد جدا، عيش عليه ملح وزيت زيتون وزعتر. اول حاجة نزلت لنا السيزر سلطة، هندوق ونقول لكم عاملة ازاي. ودي البيتزا بتاعتنا، هندوق برضو ونقول لكم البيتزا عاملة ازاي. ده الاكل اللي احنا طلبناه، سيزر سلطة وبيتزا. يلا بينا. سيزر سلطة بصوص الأبوكاتو، البارميزان لما بتحطها على اي حاجة بتدي طعم جامد. طيب يا جماعة، حابب اقول لكم ريكومنديشن على المطعم ده. الاكل مش حلو جدا، احنا اكلنا بس عشان جعانين مش اكتر من كده. هو اكل عادي خالص. الهندي اللي اتكلم في اول الفيديو ده قال لي هعمل لك الاكل حلو وسيب لي تيبس، فانا مش هسيب له تيبس عشان الاكل عادي جدا. لفينا شوية وتغدينا وجينا الفندق عشان نريح ساعتين، وبعد كده هنخرج عشان الجو حر برا والشمس قوية جدا. ساعتين وارجع لكم. صباح الخير او مساء الخير. الساعة 5:15، نمت ساعتين حلوين، فوقت شوية. يلا بينا نخرج عشان فلورنس مليانة حاجات جميلة جدا، كفاية التمشية في شوارعها. ده المكان اللي شربنا فيه اسبريسو الصبح، وجايين نشرب اسبريسو تاني لان القهوة عندهم حاجة جامدة جدا. Thank you. عايز اقول لكم الكافيه حسبنا على الاسبريسو بواحد يورو بس، يعني اخدت مننا في الاثنين 2 يورو. قالت لنا عشان انتوا جيتوا الصبح وجيتوا مرة كمان انا هحاسبكم بس على 2 يورو مش 4 يورو عشان تقولنا بكرة. فدي حاجة جامدة جدا، دي الناس اللي بتعرف تشتغل. احنا حاليا في ساحة سانتا ماريا نوفيلا، زي ما احنا شايفين كده الناس قاعدة مستمتعة، الجو بقى حلو جدا، الشمس راحت. ودي كنيسة سانتا ماريا نوفيلا. المدينة هنا يا جماعة فلورنس مدينة كلاسيكية، وده نهر أرنو، ده أجمل ما يميز المدينة هنا.
واخيرا بعد 4 سنين كنا بنتمنى ان احنا نيجي هنا تاني فلورنس، وحققنا الامنيه بتاعتنا. المدينه هنا كلاسيكيه وجميله جدا. العجل ده كله بيتاجر عن طريق الابلكيشن، وعجل شغال بالكهرباء. التوك توك الايطالي يا جماعه، شايفين قد ايه موتوسيكلات، شايفين الصف كله موتوسيكلات. العربية دي برضو بتتأجر عن طريق الابليكيشن، وبقى عندنا منها في جورجيا في شوارع تبليسي. احلى حاجة في المدينة هنا شكل البيوت، شكل البيوت والحواري الصغيرة اللي عندهم عاملة للمدينة جو كلاسيكي. كمان شكل الكافيهات جميل جدا. القصر اللي ورايا ده اسمه بيتي بالاس، زي ما انتوا شايفين مكان كبير جدا ويعتبر ساحة عامة في فلورنس. هنا في فنانين في كل شوارع ايطاليا. هالو هاو ار يو؟ ثانك يو فاين اند يو؟ فاين ثانك يو. بصوا فنانين في كل شوارع ايطاليا، عاصمة الفن يا جماعة. جبنا فراولة ايطالية، الكوباية دي ب2 يورو. كارجيا تاكو ريحتها تحفة. الحاجات دي كلها اشغال يدوية. في فنانين كتير هنا في ايطاليا، اللي عنده صبر يعمل الحاجات دي فنان. وما زلنا بنستكشف جمال فلورنس. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تضغطوا لايك، لو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله الفيديو اللي جاي برضو هيكون من فلورنس، هنغطي الحاجات اللي احنا ما صورناهاش. سلام.